أكد وزير الأوقاف والإرشاد أحمد عطية أن المعاناة التي تمر بها اليمن في الوقت الراهن هي نتيجة محاولة من قبل جماعة الحوثية الانقلابية لفرض الأفكار الدخيلة والمستوردة على الشعب اليمني. وشدد عطية خلال لقاء في مكة المكرمة نظيره السعودي محمد بنتن على ضرورة توحيد الجهود في محاربة التطرف والغلو وترسيخ دعائم العدل والسلام وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في المجتمع. اليوم تشارك اليمن في ندوة الحج الكبرى، وهي الندوة 42 موسم، والتي تقيمها وزارة الحج والعمرة السعودية كل عام، وتعتبر هذه الندوة تدشينا لموسم الحج في كل سنة. ومن أهداف هذه الندوة أولا غرس مفاهيم الوسطية والاعتدال، أيضا وضع الخطوط العريضة لبعثات الحج الإسلامية لإيصالها للحجاج في مجال التوعية والإرشاد، أيضا ندوة للتعارف فيما بين